أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن اجتماعاً رباعياً على مستوى المسؤولين الكبار في مصر وإيران وتركيا والسعودية سيعقد الاثنين للبحث في الأزمة السورية في القاهرة، التي يزورها في الوقت نفسه الموفد العربي والدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية نزيه النجار أنه سيجري في الاجتماع تبادل وجهات النظر في تطورات الأوضاع المأساوية في سوريا والسبل الكفيلة لوقف حمامات الدم وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وأكد أن المجموعة الرباعية منفتحة على أي مساهمات إيجابية من أطراف أخرى مستقبلا، وأنها تسعى للتنسيق ودعم جميع الجهود الرامية للعثور على حل سياسي للأزمة. وفي القاهرة أجرى الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي لقاءات حول سوريا مع مسؤولين مصريين وفي الجامعة العربية ومع معارضين سوريين، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. كمان الرعاية مهمة صعبة جدا، ولكن رأيت أنه ليس من حقي أن أرفض أن أحاول قدر المستطاع أن أقدم ما أمكن من مساعدة للشعب السوري. وقلت أيضا في نيويورك وأكرر هنا أن أثناء قيامي بهذه المهمة فأنا أعتقد أنني في خدمة الشعب السوري وحده، وأن لا سيد لي إلا الشعب السوري. سأذهب إلى دمشق بعد أربعة أيام وسألتقي بالمسؤولين وأيضا بناس من المجتمع المدني، وكلنا أمل في أنه يستطيع أن يجد مخرج لهذا الوضع والمهم أن يؤدي إلى وقف القتال وإلى وقف إراقة الدم وحقن الدماء في سوريا. ميدانياً أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري النظامي ينفذ غارات جوية على أحياء عدة في حلب، لافتاً إلى أن الكتائب المقاتلة تستخدم بطاريات مضادة للطيران لمحاولة صد الغارات. من جهة أخرى قال المرصد أن حصيلة قتل التفجير الذي وقع الأحد في حلب في حي الملعب البلدي ارتفعت إلى 72 شخصاً من ضمنهم عدد كبير من العسكريين، فيما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا حصيلة القتل نفسها لكنها تحدثت عن إصابة 46 شخصاً بجروح. كما أشار المرصد السوري أن مسلحين معارضين للنظام السوري أعدموا أكثر من 20 عسكريا سوريا في مدينة حلب. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب في سوريا. كما دانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وطلبت إجراء تحقيق فوري في مجزرة دارية.